خلينا نبدأ عندك اليوم. أنت تعرف أكيد الأخبار اللي صدرت اليوم وأثارت جدل كبير بالوسط الرياضي. صحيح. سعد الحارثي قريب من نادي الهلال، وفي ناس قالوا خلاص وقع. الأنباء كلها تشير أنه خلاص سعد الحارثي انتقل من النصر وقام الهلال. والله شوف، يعني الشيء اللي الأكيد أنه في الهلال يعني كل شيء يحدث داخل النادي يعني يتم إعلانه بكل شفافية للجماهير والإعلام وللآخرين بشكل يعني سريع ومهني وواضح، وبالتالي مسألة أنه اللاعب وقع للهلال أنا أعتقد أن هذه يعني غير صحيحة إطلاقا، لأنه لو كان وقع كان تم إعلان الخبر بشكل رسمي مثل الأخبار الأخيرة. هو ناس كانوا لكن اتفاقية. لا ما قالوا اتفاقية، هم قالوا وقع، لكن الجميع يعرف أن اللاعب سعد الحارثي يعني عقده خلاص بإمكانه يوقع مع أي نادي، لأن صحيح. 6 شهور على وشك أن تنتهي، وبالتالي فهو لاعب كما يقال في السوق مطروح أمام الأندية كلها. اللي يعمل في الأندية يعرف أنه كثير من اللاعبين، يعني أنت وكلاء اللاعبين ممكن يسوقون لاعبينهم على الأندية، يعني باستمرار تتلقى كنادي عروض من لاعبين، من وكلاء لاعبين، لاعبين معروفين لاعبين غير معروفين باستمرار. لا، وأيضا تستقبل كل هذه العروض وتدرس حاجتك لها وتقيمها، وبالتالي قد تفاوض ولا تتفق، قد تفاوض تتفق، قد تصرف النظر. فلا يمكن يكون النادي مثلا كل ما قام بخطوة أن يتم إعلانه بشكل رسمي. في يعني مفاوضات لسعد الحارثي أنا ولا؟ ما أقدر أقول لك ما في مفاوضات، لأنه أنا أتكلم على المرحلة الحالية، المرحلة الحالية أنه ليس هناك أي توقيع، لكن إذا ما عرض على النادي يعني افهم ومثله من مثل كلامك انه الى اليوم، الى الساعه هذه، سعد الحارثي ما زال نصراوي. هذا شيء أكيد ما في شك، يعني ما وقع مع الهلال. أنا ما أقدر أقول لك أنه نصراوي لكنه ما وقع مع الهلال، أنا أتكلم عن نادي الهلال، ليس هناك توقيع مع نادي الهلال، ولو صار ولو تم توقيع يعني سيعلن سواء كان التوقيع هذا قريب أو بعيد في لحظته، لكن الناس يتكلمون أنه كأننا ننفي. يعني أنا ما أتكلم عن سعد الحارثي كابتن سعد كلاعب أو مستواه أو حاجة الهلال له أو مفاوضته من عدم مفاوضته، هذا موضوع آخر. الأندية تفاوض عدد كبير من اللاعبين، ويمكن الجميع يتذكر يعني بتوفيق عقيل بلغيث لاعب نادي هذا كان في مفاوضات وأعلنها رئيس نادي الفيصلي، ولكنها توقفت وتم صرف النظر عنه من خلال إعلان رئيس النادي. فليس مطلوب من النادي أن كل خطوة يقوم فيها أو كل تحركات داخلية أن يعلنها، لأنه في شغلات تتم، في شغلات ما تتم، في أشياء بس انت يعني تتكلم عن لاعب جماهيري ابو يزيد مثل سعد الجماهيري الحارثي. بالنسبة للجماهير، لكن بالنسبة للنادي، النادي يدور مصلحته ويشوف الخطوات اللي تتوافق مع ما يريده، حتى لو كان بعد الهلال نادي جماهيري ونادي كبير. اكيد اكيد بالتاكيد. وبالتالي ما يعني هذا ما هو مقياس، المقياس انه مثلا انا وقعت مع لاعب تم عندي حدث حقيقي بالتاكيد بس ستجده. في انباء كثيره ابو يزيد تؤكد انه الهلال بالتحديد عن عضو شرف هلالي هو من تكفل بالصفقه، هو من والله يا اخي يعني ان نفينا قالوا، اذا ما نفينا قالوا انتم ما تنفون يعني وتاكيد انت من الناس لا. كلامك ابو يزيد اذا كانه في شيء لا صاير بين انا سعد، قلت لك بس انت ما انت حاب تقول. لا، ما هو بكذا، يعني شوف اللاعب متاح، هذا شيء معروف، متاح للهلال، للنصر، للاتحاد، للاهلي، لاي نادي يبغاه، لانه عقده خلاص هو منتهي. صحيح، من 177 سعد، من وكيل يوم سعد اللاعب الحارثي بالتاكيد انه سيسوق على انتهى. في اي اتجاه يريد، بالتاكيد انه سيكون فيه وجهات نظر مختلفه. والله مثلا انا الحين مثلا يقول لك والله تبغون عقيل بلغيث، انا ممكن اقول ما يصلح، الثاني يقول يصلح، الثالث يقول لا كويس، فوجهات نظر. فبالتالي اللي يتغلب في النهايه اللي يتفق عليه الجميع مصلحه النادي. هذا الكلام يتعلق في اي لاعب، ما يسمى عادل الحارثي بالذات، اي لاعب تريد ان تتفاوض معه او تطرح اسمه سيكون في عده وجهات نظر، راي المدرب، راي الناس القريبين من الاداره، راي الاداره، راي اعضاء الاداره، الراي الجماهيري، امور كثيره تؤخذ في الاعتبار. هذه الاشياء هي اللي يعني هذه اشياء ليس من علاقة أحد يعني يعلنها، وليس من مصلحة أي أحد أن يعلنها. أنا أعلن إذا اتخذت قرار وقررت أني أجيب اللاعب الفلاني أو كذا، من حق الجماهير أن تعرف، لكن الشيء اللي أنا أفكر فيه يريدون أن يعرفونه، هذا أعتقد أنه غير موجود في أي نادي، وإن شاء الله مع الشفافية اللي موجودة في الهلال نحن نوصل لهالمرحلة أنه حتى الشيء اللي نفكر فيه نعلنه للناس. هو بس لأنه أبو يزيد سعد الحارثي تعرف أنه لاعب يعتبر يمكن اللاعب رقم واحد من جماهير النصر كجماهيرية، نعم ولما ينتقل نادي منافس تقليدي تعتبر ضربة موجعة في الصفوف النصراوية، هذا فهذا اللي يخلي الجميع في تعطش لمعرفة حقيقة هالخبر. اوكي، هذا ما له علاقة في النصر، اللاعب لاعب نصراوي وعقده عند النصر وبإمكانهم يوقعون معه إذا كان هو مثل زي ما تفضلت. يعني لا يعني لا تحط الشيء على الأندية الأخرى، يعني نذكر أنه سئل قبل فترة رئيس نادي الشباب وقال الشيء اللي لصالح نادينا احنا هنسويه،
ونفس الشيء حيقول الرئيس الهلال، نفس الشيء حيقول رئيس الاهلي، رئيس الاتحاد. وبالتالي ما تستطيع ان تجزم يعني، طالما ما في شيء حاصل يعني، ولنفرض انه مثلا في مفاوضات ما حسمت ممكن تفشل. هل ممكن ان اعلن ان اقول انا سويت كذا وكذا؟ ما نتكلم على سعد، نتكلم بشكل عام يعني. هذه يعني ما تستطيع ان تعلن شيء لم ينتهي ولم يحدث، لا زالت مفاوضات، قد تنتهي، قد تفشل، قد يصرف النظر، قد يكون في النادي يغير رايه، اللاعب يغير رايه، الوكيل يغير رايه، كل شيء متاح. فلا يستطيع اي نادي، اي نادي، انا ما اتكلم عن صفقه سعد الحارثي او الهلال، اتكلم عن بشكل عام، لا يستطيع اي نادي ان يقول والله انا قاعد اسوي كذا وكذا وممكن ما تتم. فهذه الامور ستظل معلقه بحكم انه اللاعب يعني عقده منتهي وفتره التسجيل قريبه يعني على الابواب، فحتكون لا يستطيع اي شخص ان يغلق هذا الباب، سيستمر. ممكن بكره يطلع لك انه رايح للشباب، رايح للاتحاد، رايح لكذا، ممكن في النهايه يبقى في ناديه. يعني هذه امور لا احد يستطيع ان يعطيك الراي النهائي، لانه اصلا لا يوجد راي نهائي فيها. يعني مثل المريض اللي داخل غرفه العمليات، وش صار؟ طاب ما طاب؟ طيب لا زال العمليه جاريه، ما بعد خلصت، لازم تنتظر. يعني في مفاوضات، مو ذي، انا اتكلم بشكل عام، انا ما اقول في مفاوضات، يمكن في مفاوضات من الهلال، يمكن في من الاتحاد، يمكن في من الشباب، يمكن في من الاهلي، لكن طالما انه ما في شيء محسوم ما تستطيع ان تجزم. ممكن انا افاوضك في اخر لحظه تروح لنادي الشباب مثلا كلاعب، اي كاي لاعب، ممكن تروح النادي الاهلي، ممكن تروح النادي. فاي واحد يقول لك انا لا املك، انا ما عندي معلومه، ممكن يقول لا تسال، يمكن رئيس النصر ما عنده معلومه، لا تسال رئيس الشباب ما عنده معلومه. حتى لو كان يفاوض شخص على الطاوله، طالما ما في توقيع لا يستطيع ان يجزم والله ان اللاعب هذا خلاص اصبح ملكي، او يعني اقصد منضم لي. فالمساله ما حد يقدر يجزم فيها، حيستمر الجدل والحديث الى ان يوقع اللاعب لاي نادي، وبالتالي يغلق الباب.